من اسبانيا الزميل عمر ربيع ياسين موفد قناه الاهلي الى اسبانيا. يا عمر مساء الخير. استاذ ابراهيم مساء النور، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله، تحياتي لحضرتك وتحياتي للبشمهندس عادلي. ويعني اكيد طبعا زي ما حضرتك قلت ختام المعسكر النهارده اخر يوم ان شاء الله هيكون في اسبانيا في مدينه اليكانتي، علشان بكره ان شاء الله نترجع بعد الغد على طول الى مطار اليكانتي ونركب الطياره ونترجع الى مطار القاهره. معسكر ناجح استاذ ابراهيم مفيش شك، كل اللي ما يتمناه لاعب كره القدم موجود في هذا المعسكر، من غرف للاعبين، من وجبات، نظام غذائي، من استشفاء خاص باللاعبين، كل حاجه اعتقد انها كانت متوفره بشكل كبير. كمان احنا بنتكلم على الجانب البدني، الجانب الفني، مجتمعات النشاط والجهاز الفني نجح في البرنامج اللي هو محدده، برنامج كان معظمه على خطتين، تدريب صباحي وتدريب مسائي. المعدل اللياقه البدنيه كان عالي جدا، وفي نفس الوقت هو كان طالب ماتشات وديه بمختلف او بمستوى قوه متناسب ما بين البدايه ثم المباراه الثانيه ثم المباراه الثالثه. وبالتالي حضرتك مستر مارتن نصاتي يعني اعتقد ان هو حط ايده على 90% من الشكل والطريقه واللاعبين اللي ان شاء الله هيلعب بيه المباراه المقاولين والزمالك. وكمان امبارح كان بيسجل معايا لقاء وقال لي احنا ان شاء الله هيكون في مباراه وديه اخرى في القاهره علشان نطمن بيها على كل اللعيبه اللي موجودين، حتى اللعيبه الدوليه اللي وصلت امبارح استاذ ابراهيم او اول امبارح الى مقر البعثه. وفي نفس الوقت هو ما حبش يجهدهم، ما حبش ان هو يشاركهم، هم بس مكتفيين فقط بالتدريبات داخل صاله الجيم ومع كابتن حكيم عبد الزايد، لكن الامور كلها مستقره، الامور كلها ماشيه بشكل كبير. الراجل مبسوط من المعسكر وشايف ان المعسكر ناجح جدا جدا. وكمان في نقطه مهمه جدا استاذ ابراهيم، هي وجود الدوليين بعد ما رجعوا من منتخب مصر، ان هم العامل النفسي، بس العامل النفسي لعيبه منتخب مصر اللي جايه من المنتخب لازم تكون موجوده مع الفريق الاول، لازم يكونوا حتى لو ايام قليله، لكن علشان يقدروا يخرجوا من الحاجز النفسي السيء اللي كانوا موجودين فيه بخروج مصر الى حاجز سيء الى حاجز اسقط ايجابي، علشان يقدروا ان هم يكونوا لما يستعين بيهم او لما يكونوا موجودين في ماتش المقاولين او ماتش الزمالك ان شاء الله في الفتره اللي جايه، يقدروا ان هم يعملوا اكثر حاجه موجوده عندهم ويكونوا مع زمايلهم ايد واحده وروح واحده. وده دايما الشعار اللي موجود في النادي الاهلي، ان الراجل دلوقتي بقى عنده حيره كبيره في اللعيبه اللي هتشارك في اللقاءات القادمه او اللقاءين اللي هيكونوا في اخر الدوري المقاولين والزمالك، كل اللعيبه جاهزه، مفيش اي اصابات، اللعيبه كلها على اعلى مستوى. واعتقد يا ابراهيم ان يعني ان شاء الله يكون ختام للموسم الحالي وختام مثالي، فوز النادي الاهلي في لقاءين وايضا فوزه بلقب بطوله الدوري اللي بتعني للمدير الفني والجهاز حاجه كبيره جدا، وايضا للعيبه والجهاز الاداري. الدوري ده بالذات يا استاذ ابراهيم حاسس ان هو مختلف تماما، حاسس ان هو عنده روح مختلفه واللعيبه عندها ايضا اصرار للفوز بالدوري بشكل غير طبيعي. عمر، البعثه توصل للقاهره امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا هنتحرك بالظبط 12:30، الطياره هتكون حوالي الساعه 3:30 بالتوقيت الثانيه اللي هو نفس توقيت القاهره، وان شاء الله على الساعه 9 هنكون موجودين في مطار القاهره، 9 مساء ان شاء الله هنكون موجودين بالليل علشان خاطر اللعيبه تستعد ايضا. يعني حضرتك عارف ان هو كل حاجه محطوطه، البرنامج محطوط، زي ما قلت لحضرتك يكون في مباراه وديه، او اللعيبه ان شاء الله توصل هتعرف مواعيد التدريب، هتعرف مواعيد اللقاء الودي اللي قادم، وايضا الفرقه هيتم تحديدها في وقت اخر، لكن 9 بالليل ان شاء الله الطياره هتكون موجوده في مطار القاهره قادمه من مطار اليكانتي في اسبانيا ان شاء الله. 9 مساء غدا الثلاثاء. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. ما اتحدد الماتش الودي ممكن يبقى امتى ولا خلال لسه انا قلت لحضرتك المستر مارتن نصاتي قال ان هو عايز يلعب مباراه وديه في القاهره علشان يعني بنسبه 95% يكون استقر على الاسامي اللي هيبدا بيها المباراه. الحمد لله عندنا كل الخطوط مكتمله، عندنا حراس المرمى مكتمله، عندنا خط الدفاع مكتمل، عندنا كل حاجه مكتمله، وبالتالي بنسبه 95% طريقه اللعب الاسماء اللي هتكون موجوده في اخر المباراه هم دول اللي هيكونوا ان شاء الله موجودين في مباراه المقاولين ومباراه الزمالك. علشان كده بقول لحضرتك المعسكر ده كان فرصه كبيره جدا للمدير الفني ان هو يستفيد بالوقت، ويستفيد ايضا بعامل مهم جدا استاذ ابراهيم، ان اللعيبه كلها موجوده واللعيبه كلها مكتمله فنيا وبدنيا. ده نقطه مهمه جدا كان بيعاني منها حضرتك عارف اكيد، وكل الاهلاويه عارفين ان الراجل كان بيشتكي ان صفقه الاصابات وان الصفوف دايما مش مكتمله، دلوقتي كل الصفوف مكتمله، وبدا ان هو بدل ما يكون عنده خيار واحد بقى عنده خيارين وثلاثه واربعه، فبقى في خيره،
وفي نفس الوقت اللعيبه كلها حماس، وكل لاعب يكون موجود بيثبت نفسه. راس الحربه يوري اثاره، مرام محسن الاثنين بيأدوا بشكل رائع جدا، ناحيه اليمين ناحيه الشمال حركه تلاقي اشرين متالق بشكل كبير. بنلاقي ان رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالد، كل الناس اللي موجودين في نص الملعب، حمدي فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، حركه تلاقي كل مركز في بسم الله ما شاء الله اكثر من ثلاث اربع لعيبه، وبالتالي ما فيش وقت ولا ما شاء الله يعني عشان ما نحتاجش تاني. هيجي على مستر مارتن لوكاتو والجهاز الفني في الموسم الحالي هيكون عنده وفره وكثره من اللاعبين زي الوقت الحالي اللي ان شاء الله يقدر يستفيد منهم، ويقدر ان هو والجهاز الفني يحددوا مباراه على الاقل زي ما احنا قلنا هتكون قبل مباراه المقاولين علشان يقدر يستقر ويقدر يطمن بيها رسميا وختاميا على لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه المقاولين. اللي انا شايف من وجهه نظري واللعيبه كمان بيتكلموا فيها ان هي دي مباراه البطوله، مباراه المقاولين هي دي مباراه البطوله، لا غنى عن الثلاث نقاط، لا غنى عن الفوز. ايضا مباراه الزمالك بالنسبه لهم تكون ختام جيد وختام رائع وتاكيد للفوز ببطوله الدوري العام ان شاء الله على خير. اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله كده لما نيجي بالسلامه يا استاذ ابراهيم ان شاء الله يكون عندنا البرنامج بشكل واضح وبشكل صريح، نقدر ان احنا نتكلم ونقول على الفرقه اللي الاهلي هيلعبها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وهيكون اخر مباراه وديه للنادي الاهلي قبل مباراه المقاولين ان شاء الله. وتيجوا بالف سلامه. شكرا جزيلا للزميل عمر ربيع ياسين موفد قناه الاهلي الى اسبانيا.